ينضم إلينا من جدة المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل. أستاذ عقيل أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني بداية متى تبدأ هذه يعني الحالة شديدة البرودة التي ضربت أجزاء واسعة من المملكة بالانحسار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفعل كما تفضلت في طريف الفجر اليوم وصلت 3 درجات مئوية تحت الصفر. غدا إن شاء الله توصل درجات الحرارة في طريف إلى 0 درجة مئوي، ارتفاع في درجات الحرارة، وهذا بداية تأقلم الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة. القريات وصلت فجر اليوم أيضا 2 درجة مئوية تحت الصفر، غدا متوقع 0 المئوي في رفحة وعرعر وسكاكة، كانت 0 مئوي اليوم، بكرة إن شاء الله متوقع تكون أعلى من الصفر، وهذا مع تأقلم الكتلة الهوائية الباردة. في الرياض مثلا وصلت درجات الحرارة أمس 4 درجات مئوية فجر اليوم عفوا، غدا إن شاء الله متوقع ارتفاع في درجات الحرارة كتصل كصغرى إلى 7 درجات مئوية. كذلك الحال في القصيم، في بريدة 8 درجات مئوية، اليوم كانت 4 درجات مئوية. تتأقلم، واضح لدينا أن تأقلم الكتلة الهوائية الباردة إن شاء الله على معظم مناطق المملكة. تبقى الأجواء دافئة نهارا وتميل للبرودة ليلا على معظم مناطق المملكة، ولكن تبقى باردة نسبيا على المناطق الشمالية بإذن الله تعالى من مدن المملكة. ما تزال الآن العوالق الترابية والأتربة المثارة تؤثر على منطقة نجران والسواحل الغربية من المملكة في محافظة جدة ومجاورها. مستوى الرؤية الأفقية هو 4 كيلو متر بسبب العوالق الترابية اللي أثرت علينا مع الكتلة الهوائية الباردة. متوقع إن شاء الله خلال 48 ساعة القادمة أن تترسب العوالق الترابية وتتحسن الأجواء تدريجيا على هذه المناطق. نعم. طيب لأي مدى ربما تكون هذه يعني آخر موجة برد قد تضرب المملكة في موسم الشتاء هذا، أم أن يعني هناك توقعات بموجات باردة أخرى أيضا قادمة؟ نتوقع إن شاء الله أن يكون هناك موجة. نحن ما زلنا في منتصف فصل الشتاء، وما زلنا نتوقع منخفضات جوية قادمة إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. مع دخول المنخفضات الجوية يصاحبها كتلات هوائية باردة أو جبهات هوائية باردة، ومع انخفاض في درجات الحرارة ولا يستبعد أيضا تساقط الثلوج على المرتفعات الجنوبية، المرتفعات منطقة تبوك الشمالية الغربية من المملكة مع المنخفضات الجوية القادمة إن شاء الله. أشكرك من جدة الأستاذ عقيل العقيل المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لك.